السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري الأدبي. بعون الله نبدأ الوحدة الثانية اللي هي بعنوان prayer. prayer اللي هي الصلاة، جاي من فعل pray، يدعو أو يصلي. طبعا دي السكند بيلر اوف اسلام، الركن الثاني من الإسلام. يبقى لو جالك في الامتحان وقالك what is the second pillar of Islam، ايه هو الركن الثاني للإسلام؟ طبعا كلنا عارفين اللي هي a prayer. يبقى prayer is the second pillar of Islam. تمام، بيقول لك في الكتاب prayer is the second pillar of Islam، طبعا شرحنا انها ركن ثاني للإسلام. بيقول لك بعد كده providing، بتمد، جاي من الفعل provide معناه يمد او يزود، يعطي يعني. providing a Muslim with a spiritual ايه fuel، spiritual ايه fuel يعني بزاد او وقود، طبعا ليس وقودا بالمعنى الحرفي انما هو ايه طاقة روحية، spiritual معناها روحي، يبقى وقود روحي يقصد الزاد او التقوى او الروحانيات او الاشياء التي تنزل على الانسان عندما يصلي ويتصل بربه سبحانه وتعالى. تاني providing a Muslim with a spiritual fuel، تمام، بتزود المسلم بالزاد الروحي او الطاقة الروحية. يبقى لو جالك في الامتحان وسألك وقال لك what kind of fuels does a Muslim get from prayer، اللي بيحصل عليه المسلم من الصلاة، طبعا نوعه ايه؟ مش بنزين ولا جازولين ولا غاز ولا جاز، لا طبعا ايه spiritual يعني ايه يعني روحي، وقود ايه روحي. تمام، طيب ايه اللي بيخلي الانسان يتزود بهذا الوقود؟ since it is a link between him and Allah، لان الصلاة دي هي الصلة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. since it is a link، link معناها صلة او اتصال، link between him and Allah. خلاص، عشان كده في الامتحان لو سألك what is the link between a Muslim and Allah، يعني ايه هي الصلة بين المسلم وربه، طبعا الاجابة ايه الصلاة اللي بالانجليزي prayer. تمام، بعد كده بيديك معلومة تفصيلية، بيقول لك ان السلم solemn rituals يعني الشعائر، rituals معناها شعائري او الطقوس، تمام، الشعيرة بتاعت الصلاة، solemn المقدس، اخذنا كلمة solemn قبل كده مقدس، solemn rituals of the prayer rites اللي هي لشعيرة الصلاة، برضو rite شبه كلمة rituals. يبقى بنقول ان السلم rituals of the prayer rite keep، يبقى بنقول السلم rituals of the prayer rite of the prayer rite بتعمل ايه؟ keep a Muslim in a heavenly protection، بتخلي المسلم في حماية سماوية. heavenly جاي من كلمة heaven، heaven معناها سماء، heavenly protection معناها حماية سماوية. تاني يبقى احنا عندنا السلم rituals of the prayer rite keep a Muslim in a heavenly protection. تمام، يبقى لو سألك في الامتحان وقال لك what keeps a Muslim in a heavenly protection، ايه اللي بيخلي المسلم في يعني حماية او حفظ السماوي، هتقول له ايه a prayer للصلاة. تمام، اخر جزئية بيقول لك ان الحماية السماوية دي، الحماية السماوية that never comes to an end، ما بتنتهيش، طالما ايه بقى as long as a Muslim adheres to Allah in remembrance، طالما ايه يذاكرا لله سبحانه وتعالى، keeping Allah in remembrance يعني ايه ذاكرا لله ومحافظا على ذكر الله سبحانه وتعالى، يبقى that never comes to an end as long as a Muslim adheres to keeping Allah in remembrance. عشان كده بيجيب لك سؤال يقول لك why does a Muslim keep Allah in remembrance، ليه يعني؟ طبعا ايه من ضمن الاسباب، طبعا مش السبب الرئيسي، to have a heavenly protection، عشان يحصل على الحماية السماوية. بس كده الجزء الاول في الوحدة الثانية اللي بعنوان prayer، نلتقي في الجزء الثاني ان شاء الله. تعودكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.